كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. جزء من قياده حركه النهضه ما يصفوش ولن نعطيهم المؤسسه التونسيه ولن نسلم لهم ولن نسلم تونس الذين يتعاملون معها كغنيمه. هذا كلام نور الدين طبوبي عليكم اليوم على حركة النهضة. نعم هذا كلام نجم نقول هذا كلام مستعجل، ممكن يكون ردة فعل على ما يحصل في تونس، ولكن كلام المفروض أن الكلام يكون كلام مسؤول في هذه المرحلة الدقيقة عايشتها تونس، ونحن لسنا في حاجة إلى معنى البحث على عداوات وتعظيم منطق العداوات داخل الساحة السياسية التونسية. المفروض الحد يقيم تقييم موضوعي موزون، وقبل ما يصرح يجيب الدليل. أما التصريح سهل، أنا الآن النجم صرح على العديد من التصريحات تجاه هذا الطرف وتجاه ذاك الطرف. البلاد في حاجة إلى خطاب مسؤول، إلى خطاب وطني، وبناء على أنه ألف الحامدي اقترحت من طرفكم، وهي قريبة لكم، أو أنتم اللي اقترحتوها على الأقل حركة. هذا غير صحيح. هذا ألف الحامدي لم يتداول هذا الاسم داخل مؤسسات الحركة. أنا كنت دائما مشارك في المكتب التنفيذي وفي مؤسسات الحركة الكل تقريبا بدون استثناء، ولم نتداول هذا الاسم حتى الحديث على أنه هناك من رشحها لوزارة الخارجية. هذا كلام أيضا غير دقيق وغير صحيح، ولم تصدر عن حركة النهضة ومؤسساتها أي تعيين من هذا القبيل، لا في وزارة الخارجية ولا في غيرها. نحن نقدر كل كفاءة شابة، نحترم هذه الكفاءات الشابة، نريد أن نفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والكفاءات النسوية بصفة عامة، وياريت أن يكون هذا منطقنا للسكون، نعطوا فرصة للشباب. علاش نقعدوا دائما القديم ولا الكبير شوية هو اللي يحكم، هو اللي يسير، هو اللي يتصور الحل عنده فقط. الشباب له حل وله إمكانات هائلة لتغيير الأوضاع في البلاد. شنو رأيكم في إقالة رئيس المدير العام لتونسير بهذه الصورة؟ هذا أمر يعود لرئيس الحكومة. رئيس الحكومة هو المسؤول على تونسير، والوزير الوزير النقل بطبيعة الحال يشاركه التقييم. معنى المفروض أن يكون حصل تقييم لهذه الكفاءة، وأن تكون عملية التعيين شفافة ونزيهة، وعملية الإقالة أيضا شفافة ونزيهة. لابد من النظر لهذه القضايا بهذه العين، حتى ما نخطئ في حق حتى أحد، لأنه الخطأ في حق أي طرف معناه هو مشكلة بالنسبة للبلاد. سي فتحي العيادي، وبالتالي يلزمنا ننتبه شوية لهذا الأمر، ونحترم الكفاءات الشبابية والكفاءات النسوية في بلادنا، وتكون الأمور شفافة ونزيهة.